الحقيقة زون 73 ماشي معكم حتى نص نهار الحقيقة ريبريز هذه أيمنة ريبريز مش مزيانة صوت لطفي مشتاق خير برشا أنتم شنو رأيكم تنجموا تخليوا الاقتراحات نتاعكم 73 278 600 هذا اقتراح من المواطن أما ديما الأغنية بصوت صاحبها هذا رأي شخصي تكون أحسن برشا خلينا نمشي ونحكيوا في الموضوع نتاعنا نحكيوا اليوم كيف ما قلت على اللباس اليوم لوليداتنا صغيراتنا في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لباس لائق وإلا لا نجموا نحكيوا على لباس معين معناتها يليق بالمؤسسات هذية وإلا لا سي علي من قصر هلال يحب يشاركنا الحوار ويعطينا رأيه صباح النور سي علي صباح النور أختي شنو حوالك؟ أهلا بك شنو حوالك الحمد لله الحمد لله به اليوم أنت تتعدى عندك صغيرات ساعة قداش عمرها؟ قداش عمرها؟ عندي بنتي العام الجالسي ما شاء الله اي والولاد سنتين وسنتين مازالوا صغيرين مازالوا ربي يفضلهم لك عايش به انت تتعدى اكيد من قدام الكوليج من قدام الليسي اكيد عندك في عائلتك دونك اليوم حسب رايك المظهر نتاع التلميذ هذاك هو مظهر التلميذ اللي لازم يكون ولا لا يا حسره على الصغار يا حسره على الكلام يا حسره على التربيه يا حسره الشيخ كله مع بعض الاجيال الثمانينات كل شعر اي اما باش نقعدوا ديما في الثمانينات سي علي شنو قعدوا ديما في الثمانينات ما تتطور الدنيا وتتطور اللباس وكل حسب رايك يا حسره وكان الاستاذ كيتعدى من قدام الليسي قاعد بلاصه كيف بدي ما عاد يحتشم شويه ما عاد فما ذاك به واللبسه اليوم حسب رايك ملائمه للدراسه ولا يا بنتي جمله ما فماش حتى اللبسه بنتي ما احتشمت احنا نقراو في معنى هو مع التربوي ما فماش منها الحكايه هو مش فقط الاحتشام احنا نحكيه حتى لايقة ولا ماهيش لايقة على خاطر ساعات حتى طرف لا احتشام لا حد شيء لا لبسة لا حد تراث المية يقولي ما الطفلة ماشي كيني ماشي للعرس والوليد فهمت يطلع عني بيه يقولي ماشي القهوة مش عارف القهوة روا عاش فمك ال كان بنتي العام الجالي فيه وليت مخايف عليها مش وليداتك الصغيرين اليوم انت تختار انت والدتهم معناتها اللبسه نتاعهم عندهم هكا يحبوا يتبعوا شويه سرعات الموضه يحبوا يلبسوا كيما نديدهم اي سمح ما الوالدين لازم يثبتوا شويه انا بنتي مثلا من المدرسه للدار درجين مشي يلزم يفك الدرجين هذيك نكلمها تبدا في الدار فماش لعب الواحد يلزم الوالدين يكبس شويه ويتبع ولد صغار وبشوي بشوي بحول الله ما يراك انا الخير ان شاء الله ان شاء الله اما والله ما نلومش برشا على الوالدين تو ساعه لساعه الام والبو يخدموا يخرجوا السبعه نتاع الصباح ويخرجوا معناها السته نتاع الصباح علاش مش تلوموا وهي تخرج الثمانيه فهمني معناها منا تكوي منا تشوي مش شايفين الزوز لا تنجم تلوم على ذاك ولا تنجم تلوم على ذاك ولازم الوالي زاد شويه يتلها شويه النهار ما يختمش ما يوصلش المعلومه للولاد اللي هو ماهوش يختم ويلاحظ ولاده من بعيد لبعيد أكيد على قليل ينقذهم شوية يشوف حاجة كي يولي يهلوي به انت اليوم ما نعرفش نحب ناخذ رايك انت الخاص تقبل اليوم انه تلميذ عمره اقل من 18 سنه يكون شعره مصبوغ مثلا ويكون عنده حجامه هكا سبيسيال كيما جوارات الكوره ولا يمشي يقرا بها انا ضد الشيء هذا وجمله ضد اللبسه ذي وكل حجام وكل واحد يكون محترم شويه انت ماشي تقرا ماكش ماشي حتى لبلاصه اخرى ماشي المعهد التربوي كيفاش مش نحجم انا باش تعمل خط على جنب ومش مش تصبغ شعرك اكثر كيف يقول ماشي انا الريق معنا جيل الله يقدر منه الخير تاو شكرا لك سي علي ان شاء الله ربي يفضلك الصغيرات يعطيك الصحه تحياتنا ليك والناس يسمعوا فينا في قصر هلال هذايا راي سي علي مواطن من قصر هلال يقول لك ماشي المعهد التربوي لازمك تكون في لباس لائق اليوم الطفله والا الوليد كانهم ماشيين العرس قدام المدرسه ولا المعهد نعرف يسمعوا فينا اكيد الصغيرات اذا كان بعديك يشوفوا الفيديو باش يقولوا لا ونحبوا نتبعوا عندنا وانتم اقدم برشا خاطر فما برشا اتهامات يقول لك انتم اقدم واحنا توا الدنيا تبدلت ولازمنا نلبسوا كيكا ونوليو كيف ما نواكبوا الموضه وكيما ليستاغ ونحبوا نلبسوا كيفهم ما نعرفش انا الموضه اي من قبيله نحكي انا ويه قال لي شنو هو مقياس الجمال هذا باين نفهم الصغيرات نتاعنا شنو هو مقياس الجمال ساعات تشوفوا متبع الموضه ولكن معناتها لا ذات لا صفات اي من تضحك لا 11 و 24 دقيقه انا ماذا باين ما نناقش فيه الموضوع هذا على خاطر عندي موقف خاص الحقيقة من المظاهر اللي نشوفهم في محيط المؤسسات التربوية دونك انتوما 73 278 600 على ذمتكم باش نسمع آرائكم وتوصلوا أصواتكم فيما يخص الموضوع متاع اليوم هو تراو اليوم انه صغيراتنا يلبسوا لباس لائق قدام في المؤسسات التربوية وإلا لا زوم 73